شرفنا اليوم في هذا الحفل ديالنا حفل إطلاق فيديو كليب. كنبغي نشكر الصحفيين اللي حضروا معنا، كنبغي نشكر كذلك المؤثرين وكل واحد بالاسم ديالو. مرحبا بكم ونتمنى تمضيو معنا اوقات ممتعه ان شاء الله. بالنسبه لهذا العمل، هذا ماشي اول عمل بالنسبه لسهيله السيد، ولكن هذا العمل هذا عمل خاص بحراره على البطل ديال الكليب اللي كان معنا اسامه أزدين. مرحبا بك اسامه، تفضل. شكرا الكريم على التواجد ديالكم معنا اليوم في حفل اطلاق اغنيه الفنانه والمتالقه دائما سهيله أزيد، اللي انا جد فخور بالتعامل ديالي معها، جد فخور ايضا بالتعامل مع الصديق والاخ العزيز اللي كنعرفهم هذه سنين، العربي الدريسي. ما نحرقش جميع المراحل، مي نخلي لكم المفاجاه ملي تفرجوا الكليب ان شاء الله، وشكرا لكم جميعا. شكرا لكم. شكرا. وغادي نستمعوا الاغنيه مع أداء نجمتنا. الحضور ديالو من صحافة، مؤثرين، أصدقاء، شكرا بزاف لكم، حضوركم كيعني لي الكثير، وأنا جد سعيدة أن لونسمون ديال هذا العمل الجديد يكون معكم وتكونوا انتم من بين الأوائل اللي غادي يشوفوه وسمعوه. السلام عليكم، معكم سهيلة أسيد. اليوم كان الإطلاق ديال الأغنية ديالي بغيتو دابا، اللي هي من كلمات وألحان وإخراج دريس العربي وتوزيع رضا إرام وإنتاج شركة نجوم سات. الأغنية كانت كتضمن لهجة شمالية وكذلك أجواء شمالية، داكشي علاش حاولنا أننا نصوروها في منطقة نوينويش اللي هي في طنجة، باش هكا يكون الجو ديال الكليب كامل شمالي ونوصلوا ديك اللمسة الشمالية توصل اكثر للناس. والكليب كان فريمون الاجواء ديال التصوير ديالو زوينه بزاف، مبسطنا، وكانت اجواء غزاله، حسينا فريمون بمشاعر حقيقيه وحنا كنصوروا الكليب. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا طنجة 24 على التواجد ديالها دائما معنا. الكليب اول حاجه كنشكر الاستاذ والصديق العزيز العربي الدريسي المخرج ديال الكليب، اللي طبعا بدع فيه وعطى مجموعه ديال المجهودات اللي خلت واحد البصمه مزيونه في الكليب. كنوجه تحيه كبيره ايضا للفنانه المتالقه والمبدعه سهيله أسيد، اللي انسجمنا فعلا بزاف في الكليب. الناس ملي تفرجوا الكليب عجبتهم الاغنيه، عجبهم الكليب، عجبهم السيناريو. صراحه كنتمنى ان الكليب يكون نال اعجاب الجميع، والحمد لله الناس اللي كانوا حاضرين معنا اليوم عطاونا واحد الطاقه اللي هي طاقه ايجابيه. شكرا لكم. السبب من الحضور اليوم هو ان الدعوه جات من عند اسامه أزدين باش نحضر كليب اللي شارك فيه، وصراحه تحت لي فرصه انني نتلاقى بالبرود ديال نجوم سبعة، وفي نفس الوقت ان نتعرف على الفنانه سهيله. كان كليب واعر، خدمه نقيه، وان شاء الله مزيد من النجاح والتقدم واستمراريه ان شاء الله يا ربي. وكليب واعر يعني مخدوم بالطابع الشمالي ديالنا، موسيقى تلصق لك في ودنك اكيد، واللحن حتى هو. فاللي نقدر نقول هو زعما كليب، انا كما قلت لك في الاول، خدمه نقيه، كليب كتحس به مزيون، موسيقى مزيونه، الصوت صراحه صوت جميل، فكل شيء واعر.